بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بالتعبير الكتابي. طبعا الكتابة وصف رحلة. إذا المرجع هو مرشدي في اللغة العربية القسم الخامس ابتدائي. نعم، الموضوع هو: أتخيل أني قمت برحلة إلى الفضاء وأتحدث عنها. نعم، رحلة إلى الفضاء. هنا عندنا أخطط لأستعد لوصف رحلة، أخطط موضوعي وأستعين بالتصميم الآتي. إذا عندنا هذا هو التصميم بداية، ثم عندنا الرحلة، وصف المكان، وأخيرا العودة. طبعا هنا قالوا لنا أنجز المحاولة الأولى لوصف رحلة. سأقدم لكم تقريبا أكثر من 10 نماذج للتلاميذ بعدما أشرح شنو هو المطلوب. نعم، عندنا هنا قلنا البداية. نعم، هنا عناصر الموضوع: أين كنت؟ ماذا حدث؟ وبمن التقيت؟ إذن طبعا هذه العناصر ديال الموضوع في البداية. أساليب أستعملها في يوم من الأيام أو ذات يوم، ولا عندما كنت في فجأة رأيته. نعم، ثم عندنا هنايا أصف المركبة الرحلة. أصف المركبة الفضائية التي زرت عبرها الفضاء. حطت في نعم مركبة فضائية كان شكلها يشبه، تصفها، تظهر من ذيلها. نعم، ثم نعم ماذا شاهدت أثناء الرحلة؟ عندنا هنا رأيت من النافذة الفضاء، رأيت من النافذة الفضاء يضم، شاهدت نيازك وهي مثلا تساقط، وهي ثم المكان، كيف وصلت إلى كوكب بعيد، أين هبطت؟ عندما وصلنا إلى كوكب مثلا هبطت المركبة، فإذا بي، فإذا نعم ماذا رأيت في الكوكب؟ شاهدت في الكوكب والتقيت بمخلوقات غريبة. أخيرا عندنا العودة، كيف عدت إلى بيتي؟ عدت إلى بيتي. نعم، وثاني الشعور ده، كم كان شعوري مثلا ما وأنا هكذا. نعم، سنقوم بالمحاولة. نعم، محاولة ناخذ مثلا ديال بعض التلاميذ. نعم، ها واحد محاولة. نعم، هنا عندنا محاولة هنا لبعض التلاميذ، رحلة إلى الفضاء. نعم، عندنا هنا قالت لنا أحد التلاميذ: في يوم من الأيام وعندما كنت في البيت رأيت أبي متوجها إلي قصدني. مهم، وقال: اليوم سنذهب مع أحد رواد الفضاء إلى، نعم، مع أحد رواد الفضاء، نعم، إلى الفضاء قصد الاستمتاع بوقتنا واكتشاف كوكب، طبعا بالضبط الزهرة. فرحت وذهبت إلى أمي وأبشرتها أو أخبرتها بهذا الخبر، وذهبنا إلى الغرفة طبعا لأخذ نعم إلى الغرفة لأخذ ما سنحتاجه من أجهزة تصوير وطبعا طعام وملابس. وخرجنا من البيت متوجهين إلى محطة الإقلاع. يا لها من مركبة فضائية، اندهشت حقا، إنها تشبه القرص الدائري. ذهبنا إلى كاين أخطاء إملائية، ذهبنا إلى غرفة لتجهيز أنفسنا ولبسنا خوذة الفضاء للفضاء. وأخيرا استقلينا طبعا المركبة. عندما ابتعدنا قليلا طبعا نعم كوكبنا صغير، بدا لي كوكبنا صغير، كوكبنا الحجم صغير الحجم. رأيت من النافذة طبعا الفضاء يضم عددا من طبعا النيازك أظن، شاهدت نيازك متساقطة من أحد نعم الكواكب. عندما وصلنا إلى الفضاء أو إلى كوكب الزهرة هبطت التمسطة، هبطت المركبة، فإذا بي أفتح طبعا بابها وهبطت متحمسة. ثم طبعا كاين رواد الفضاء أرى نعم بتصوير كل جزء من الكوكب. قام بدأ رواد الفضاء بتصوير كل جزء من الكوكب. طبعا تركتهم وذهبت اتجاه
الذي أثار انتباهي، وفجأة رأيت الكائنات الفضائية، إنها مدهشة. تفاجأت وظللت أحدق فيها. ثم ذهبت إلى أمي، عند أمي وأبي. نعم، عندما عدت إلى البيت طبعا كان شعوري رائعا، وكنت متشوقة ومتحمسة وأنا أشاهد الصور التي طبعا التقطناها من كوكب الزهرة، وأنا ظللت أفكر في المخلوقات الفضائية. نعم، نموذج ثاني. في يوم من الأيام عندما كنت في المدرسة، فجأة رأيت مركبة فضائية جميلة جدا مشتعلة الأضواء، حطت في جانب مدرستي. وعندما خرجت من المدرسة وجدت عائلتي تنتظرني، وبجانبهم مركبة فضائية هي التي رأيتها من النافذة عندما كنت في القسم. كانت تبدو جميلة جدا، وعندما صعدنا إليها وجدنا بها الكثير من الأزرار وأجهزة التحكم، وصعدنا المركبة الفضائية وذهبنا إلى كوكب أورانوس الذي يوجد به الكثير من الحرارة. وبدأنا لذيذ هي كائنات فضائية طبعا مخيفة جدا، لكنها استضافتنا طبعا وقدمت لنا المأكولات. طبعا كتبت التلاميذ متنوعة وغريبة لم نراها من قبل. أكلنا وعدنا إلى المنزل. نقطة، كم كان شعوري شعورا لم أحس به من قبل. كنت سعيدة جدا وأنا عائدة إلى المنزل مع أسرتي. رأيت الطيور طبعا تحلق في السماء، كان المنظر رائعا جدا. نموذج آخر، في يوم من الأيام عندما كنت في المدرسة، دخل علينا المدير، دخل القسم وقال سنقوم برحلة إلى الفضاء غدا صباحا مع الثامنة. وصلنا إلى محطة كان كل شيء جميل، حتى مركبة الفضائية، إنها عجيبة للغاية، إنها تشبه سمكة القرش، كانت من الداخل أغرب من الخارج، ألف لام، يوجد بها الكثير من الأزرار. نقطة، انطلقنا ورأيت قمر اصطناعي وقمرا حقيقي، إنه يبدو صغير من كوكب الأرض لكنه كبير. ارتدينا لباس خاص بالفضاء، نزلنا على كوكب، نعم، رأيت بقايا الإنسان الذي لم يستطع أن يعود. نعم، فطبعا خفت كثيرا أن يحدث لنا مثل ما حدث لهم. نعم، لكني تذكرت أنه يوجد معنا طاقم فضائي، فكنا نجلس على سطح الكوكب ونطير مثل الطيور، لأن الفضاء لا يوجد به جاذبية. قال الطاقم الفضائي الذي اصطحبنا معه، يجب علينا أن نعود إلى كوكب الأرض. نعم، عدنا. فجلست على سريري وشاهدت الصور التي التقطتها. فصراحة حزنت ودونت هذه اليومية على دفتر يومياتي. نعم، في يوم من الأيام كنت متوجها إلى محطة الانطلاق لكي أسافر إلى الفضاء وأكتشف الكواكب. وعندما طبعا وصلنا إلى المحطة رأيت مركبة فضائية غريبة، استغربت قليلا لأنني لم أرى مثلها من قبل. صعدنا المركبة الفضائية وارتدينا لباسا خاصا برواد الفضاء. وفي طريقنا إلى الفضاء فتحت النافذة، فرأيت النيازك تتساقط والكواكب تدور حول الشمس. نعم، ولحسن حظنا كان ذلك اليوم سيقع كسوف، فشاهدته مباشرة، وكان ذلك أحسن من رأيته في كوكب الأرض عبر التلسكوب. عندما حطت المركبة على كوكب زحل، هبطت قدماي على الكوكب، أحسست بإحساس غريب لم أحس به من قبل، وبقيت أطوف لأن الجاذبية لا توجد. بعد لحظات رأينا كائنات فضائية رحبت بنا أحسن ترحيب. رأينا أيضا الروبوت الفضائي كيري، لقينا في قراءة طبعا. ثم يحرسه كائن فضائي وهو موجود في قفص كبير لكي لا يلتقط يتم التقاط الصور له، وطلبوا مني إخفاء السر. نعم، السر ديال الكائنات الفضائية أنها موجودة، ولكن لكي لا يفشي السر محوت من ذاكرة إخبار الناس
بيصير. بعد قليل عدنا إلى البيت، يحسس ببعض الحزن بافتقاد الكائنات الفضائية التي لحسن طيبتهم وحسن ضيافتهم وخلقهم واحترامهم. نموذج آخر: في يوم من الأيام عندما كنت في الحديقة، فجأة رأيت رواد فضاء طبعا، فحطت مركبة فضائية كان شكلها غريب، وحملوني يعني رواد فضاء معهم، وذهبت معهم إلى طبعا عالمهم إلى الفضاء. رأيت من نافذة السفينة أن الفضاء عالم جميل يضم ينازك. وعندما وصلنا إلى كوكب المريخ، كان الجو فيه باردا طبعا. هنا هذا السيرة ضرب عليه هو. والتقيت، نعم والتقيت بمخلوقات غريبة لديها 3 عيون. وقبل أن أعود إلى البيت، التقطت صورا تذكارية في كوكب المريخ. نعم، عندنا نموذج آخر: في يوم من الأيام عندما كنت في المدرسة، قالت لنا معلمتنا سنذهب إلى الفضاء بطبع صاروخ فضائي. أخذتنا المعلمة إلى غابة مجاورة لمدرستنا. عندما وصلنا إلى المكان المطلوب، أي أقصد بمحطة الانطلاق، كان هناك رائد الفضاء وعلماء. انطلق أنا في رحلة، وعندما كنا ذاهبين رأيت كواكب ونجوم ونيازك طبعا. كان شكل الصاروخ طبعا، وطبعا لونه أحمر وأسود، نعم، وله 4 منفذات. هبطنا على كوكب زحل طبعا، فهبطت طبعا من الصاروخ الفضائي. عندما كنت أسير أنا وأصدقائي، رأينا مخلوقات غريبة، نعم، تحدثنا معها وكانت تجيبنا بلغة غريبة. وكان لزحل حلقة كبيرة طبعا، هذه ما وضحاش. عدت إلى كوكب الأزرق، أي كوكب الأرض. كم كان شعوري وأنا أزور الفضاء الواسع. طبعا سأضع إن شاء الله في علبة الوصف طبعا واحد موضوع كي هذا ما يتعلق بالرحلة الفضاء، ثم طبعا إنجازات بعض التلاميذ.